مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا، عندنا أخبار وموضوعات متعددة سواء في الجانب المحلي أو أيضا الجانب العالمي، اللي فيه أخبار كتيرة جدا جدا متعلقة بفترة الانتقالات الصيفية وبالتحديد في إنجلترا. كمان عندنا أخبار هامة جدا طبعا على نادي الأهلي، وده شيء أهم بالنسبة لكل الجماهير الأهلاوية. جزء تاني من حلقة النهاردة هينورنا ويشرفنا في كل خميس زي ما حضراتكم متعودين دايما الناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمد اللاقوسي، بتبقى فقرة حوارية هامة جدا ومميزة جدا، وهنتكلم فيها في ملفات عديدة جدا جدا على الساحة الرياضية المصرية بشكل عام. عندنا كلام كتير قوي، بس خلينا نروح نشوف أهم وأبرز العالمين. يلا بينا. الأهلي واصل الاستعداد للمواجهة الأفريقية. بطل جنوب السودان يصل القاهرة اليوم لمواجهة الأهلي. مدرب اطلع برا، الخطيب سبب عشقي للكرة. تأجيل إعلان لجنة الجبلية لعشرين أغسطس. اتحاد الكرة يناقش إلغاء الحكم الخامس في الموسم الجديد. محمد صلاح أفضل مهاجمي ليفربول في القرن الواحد وعشرين. صلاح يواجه أزمة جديدة في الدوري الإنجليزي. طيب زي ما حضراتكم شفتوا كده عناوين كلها مهمة جدا وموضوعات مختلفة هنتكلم فيها، لكن الأهم من امبارح كان في اجتماع خاص بمجلس إدارة النادي الأهلي، واجتماع كان مهم جدا وصدر بعد هذا الاجتماع بعض القرارات. خلينا نروح نشوف أهم هذه القرارات. يلا بينا. كل التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام. اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي في مقره العريق بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب الأربعاء 7 أغسطس 2019. الحقيقة إنه اجتماع دوري كان بالأساس بيهدف إلى إغلاق العديد من الملفات الإدارية والإنشائية المفتوحة قبل عيد الأضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بخير، والأمة العربية والإسلامية بخير، والإنسانية جمعاء في سلام ووئام. الحقيقة أنه هذه الجلسة شهدت في البداية تأكيد من مجلس إدارة النادي الأهلي على رفضه القاطع للأحداث الإرهابية، ونعى مجددا الشهداء الذين سقطوا جراء الفعل الإرهابي الغادر أمام معهد الأورام بمنطقة فم الخليج بالقاهرة، وقدم مواساته أيضا للمصابين. وفي هذا الإطار قرر المجلس برئاسة الكابتن محمود الخطيب إطلاق حملة للتبرع بالدم الخميس والجمعة في جميع فروع النادي الأهلي للأعضاء، وأيضا لكل النشاط الرياضي، الفرق الأولى وقطاعات الناشئين المختلفة، تضامنا مع المصابين وتأكيدا على الرفض لهذا العمل الإجرامي الدنيء والخسيس الذي لن ينال أبدا من وحدة المصريين ولن ينال من هذا الوطن الغالي. الحقيقة أيضا أنه المجلس قدم التهنئة للفريق الأول لكرة القدم جهازا ولاعبين ومسؤولين، ولجمهور النادي الأهلي العظيم شريك النجاح عبر العصور بمناسبة الفوز بالدوري للعام الرابع على التوالي والمرة 41 في تاريخه، وطالب الحقيقة الفريق الأول بالاستمرار على هذا النهج وحصد البطولات لإسعاد جمهور النادي الأهلي. والحقيقة أنه مجلس إدارة النادي الأهلي والإدارة التنفيذية على تواصل دائم مع الجهات المعنية للموافقة على إقامة حفل لبطولة الدوري العام، أو يعني فعالية يمكن مشاركة جمهور النادي الأهلي من خلالها في استاد مختار التتش، يعقبها احتفالية إن شاء الله في حال موافقة يعني الأجهزة المعنية للفريق الأول للجهاز واللاعبين ولأسر اللاعبين، ومش بس الحقيقة كرة القدم، هناك عدد كبير من الإنجازات في مختلف اللعبات والنشاط الرياضي في النادي الأهلي، في بطولات قارية الفريق الطايرة وخلافه، عندنا بطل عالم السكواش، عندنا لاعب سباحة أهل الأولمبياد، في نجاحات كبيرة جدا لتنس الطاولة وغيره.
فالاحتفاليه هتكون شامله الحقيقه لكل الانجازات الرياضيه اللي تحققت واسعدت جمهور النادي الاهلي في مختلف هذه الالعاب. وبمجرد تحديد الموعد والحصول على الموافقات الحقيقه اللازمه سيتم الاعلان ليكون جمهور النادي الاهلي العظيم شريك في هذه الاحتفالات. الحقيقه انه هناك يعني موضوعين للنشاط الرياضي بعيدا عن ان احنا نعرض على حضراتكم دولاب العمل الاداري وما تم اقراره من امور كلها زي ما قلت لحضراتكم في المقدمه اداريه وانشائيه. الموافقه على التعاقد مع لاعبه كره الطائره البرازيليه وهي اسمها باولا كاميلا مهير للاعب لصفوف الفريق الاول لكره الطائره سيدات بالنادي الاهلي موسم 2019-2020 والحقيقه تكون اضافه هائله للفريق الفائز ببطوله افريقيا مؤخرا زي ما حضراتكم عارفين. وايضا المجلس اعتمد الحقيقه مناقصه او الموافقه على توريد مجموعه من الاجهزه اللي بتساهم وترفع من قدرات لاعبي الكره الطائره. النادي الاهلي بيمتلك افضل فريق كره طائره في افريقيا والفائز ايضا ببطولتي افريقيا مؤخرا بالاضافه للدوري العام على التوالي لعدد من السنوات والمواسم المختلفه. في هذا الاطار هناك جهد كبير بيبذل لتطوير كل الالعاب لضمان انه الفرق الاولى في كل اللعبات تحقق البطولات اللي بيصبوا اليها وبيتمناها جمهور النادي الاهلي الحقيقه جنبا الى جنب مع توفير كل المناخ المواتي لفريق كره القدم دائما لرسم البسمه على شفاه جمهور النادي الاهلي وادخال السعاده والسرور على قلبه. كل سنه وحضراتكم طيبين وجمهور النادي الاهلي بخير وبشكر حضراتكم. هذه هي مجموعه الاخبار اللي كانت عندنا بعد اجتماع مجلس الاداره المنعقد في مقر النادي الاهلي بالجزيره اليوم الاربعاء 7 اغسطس 2019 برئاسه الكابتن محمود الخطيب. الى اللقاء. طيب بنشكر طبعا الاستاذ شريف فؤاد على هذه القرارات، وقرارات كانت بالامس في الحقيقه وقرارات كلها هامه جدا من مجلس اداره النادي الاهلي في مختلف المجالات والانشطه داخل القلعه الحمراء. كل الدعم والمسانده لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب. طيب انا عارف دايما ان الناس بتبقى متشوقه جدا ان هي تشوف النادي الاهلي، النادي الاهلي خلاص باذن الله هيلعب مباراته في بطوله دوري ابطال افريقيا يوم الاحد القادم، مباراه غايه في الاهميه وبيبقى وحشنا قوي ان احنا نشوف ماتشات النادي الاهلي خصوصا بعد فتره بتبقى او بيبقى الفريق ما بيلعبش، يعني بقى له فتره اخر مباراتين مباراه المقاولين والزمالك خدنا بيهم الدوري، عندك بقى تحدي جديد التحدي الافريقي الهام جدا بالنسبه لكل الجماهير الاهلاويه، بعد كده تخش في الكاس وترجع لافريقيا، عندك يعني تحديات كتيره جدا جدا، عندك السوبر كمان قبل الدوري. فان شاء الله نتمنى للفريق كل التوفيق في تحدياته المختلفه، لكن الفريق طبعا بيواصل استعداداته من خلال مران اليوم في اطار الاستعداد لمواجهه فريق يطلع بره يوم الاحد ان شاء الله. المباراه هتكون في تمام الساعه 7 مساء على استاد الجيش وبرج العرب، ودي مباراه الذهاب الخاصه بفريق اطلع بره، وزي ما حضراتكم عارفين بس احنا لازم نعيد على حضراتكم ان الفريق كان طلب ان يلعب المواجهتين هنا في القاهره بسبب ان عدم جاهزيه الملعب الخاص به في جوبا هناك في جنوب السودان. فالمباراه الاولى هي مباراه فريق اطلع بره، ان شاء الله الفريق النادي الاهلي يكون موفق في الفوز في هذه المباراه، مش بس الفوز عايزين كمان نتيجه مريحه ان شاء الله كمان قبل مباراه الاياب اللي هتكون بتاعه النادي الاهلي كمان. طيب بالتالي استعدادات قويه، لكن فيما يتعلق بالاستعداد الخاص باستقبال جمهور النادي الاهلي في هذه المباراه، واحنا عارفين ان العدد اللي تم الاتفاق عليه 10,000 مشجع، فبالتالي في خبر مهم جدا وهو خاص بالجماهير، منفذ لبيع تذاكر مباراه الاهلي واطلع بره باستاد الاسكندريه. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال انه تقرر فتح منفذ لبيع تذاكر مباراه اطلع بره بطل جنوب السودان باستاد الاسكندريه بدايه من اليوم الخميس، على ان تستمر عمليه البيع يومي الجمعه والسبت، يعني بكره وبعده ايضا في استمرار لعمليه البيع تيسيرا على جماهير الاهلي التي لم تتمكن من الحجز على النظام الالكتروني. واحنا عارفين النادي الاهلي كان اعلن ان التذاكر طرحت على النظام الالكتروني وفي البعض ما عرفش ان هو يحجز هذه التذاكر، يعني اكيد يعني تسهيلا للجماهير هيكون في منفذ في استاد الاسكندريه بالتحديد. اضاف كمان ان تذاكر الدرجه الموحده موجوده حاليا في منفذ بيع تذاكر في استاد الاسكندريه، فكل يعني اي حد راغب، وانا عارف ان الكل بيرغب في حضور مباريات الاهلي دائما، اي حد عايز يكون متواجد اكيد يروح يشتري تذاكر من هناك بالتحديد الاهلاويه الموجودين في اسكندريه وعددهم كبير جدا في الحقيقه يعني. طيب عندنا اخبار كمان متعدده فيما يتعلق بسوق الانتقالات الاوروبي، وطبعا الساعات الاخيره بالتحديد في انجلترا
احنا عارفين ان انجلترا كان في او الدوري الانجليزي ورابطه الانديه المحترفه كانت اتفقوا السنه اللي فاتت مع الانديه بشكل رسمي ان سوق الانتقالات الصيفيه في انجلترا يخلص امتى؟ قبل انطلاق اول مباراه في الدوري الانجليزي، عشان ما يبقاش في مباريات في الدوري الانجليزي ويقفل يوم 31 مع كل الانديه او كل الاتحادات في اوروبا طبقا للسيستم الخاص بالفيفا. فبالتالي كان في اتفاق بهذه الجزئيه، فبالتالي خلاص سوق الانتقالات في انجلترا هيقفل في تمام الساعه 12 مساء او صباحا يعتبر يعني. فخلاص في كلام كتير على بعض الصفقات، يعني إيريكسون ممكن يكون قريب شويه من مانشستر يونايتد، وهو لاعب طبعا توتنهام. في كمان صفقه تكون قويه جدا لارسنال لو ديفيد لويس نجم دفاع تشيلسي انتقل لارسنال، برضو دي من ضمن الصفقات. باولو ديبالا كلام كتير جدا على انتقاله من يوفنتوس لتوتنهام، الصفقه كانت وقفت وبعد كده الولد وافق باولو ديبالا على انتقال لتوتنهام، ففي مفاوضات لسه مستمره. واحدث حاجه خالص انتقال لوكاكو نجم مانشستر يونايتد في صفقه قياسيه وانضمامه لانتر ميلان بعد مفاوضات كانت طويله جدا. بشكل رسمي من لحظات خلاص تم الاعلان على او عن هذه الصفقه. كلام كتير جدا، مانزوكيتش كمان كان في مفاوضات مع مانشستر يونايتد ولاعب يوفنتوس، لكن مفاوضات وقفت نسبيا، فلسه هنشوف الامور هتخلص ازاي على مدار اليوم النهارده. والكل بيجهز نفسه للدوري الانجليزي، الدوري الانجليزي قوي جدا. اول مباراه بكره هتكون ما بين ليفربول ونوريتش سيتي، اصعد حديثا للدوري الممتاز في الانفيلد في تمام الساعه 9 مساء ان شاء الله. نتمنى لصلاح وليفربول كل التوفيق، ونتمنى لاستون فيلا كمان محمدي وتريزيجيه كل التوفيق في الدوري الانجليزي. بمناسبه محمد صلاح وخارج قائمه افضل اللاعبين في اوروبا هذا الموسم بعد ما كان الثالث على مستوى اوروبا الموسم المنقضي او الموسم الماضي، بعد ما فاز مودريتش وكان هو رقم واحد، بعديه رونالدو، وبعد كده صلاح خد المركز الثالث، لكن صلاح المره دي مش موجود. خليني اقول لحضراتكم سريعا الاسماء اللي هتكون في ترشيح لافضل اللاعبين في اوروبا اللي ما بتشملش للاسف الشديد، وانا شايف ان في ظلم كبير جدا لمحمد صلاح، خصوصا ان هو خد الشامبيونز ليج وكان هداف ليفربول في الشامبيونز ليج وتالق في الحقيقه يعني. لكن عموما جائزه افضل حارس هتكون ما بين اليسون بيكر حارس ليفربول، مارك اندري تير شتيجن حارس برشلونه طبعا، وهوجو لوريس حارس توتنهام، وفي الدفاع فيرجيل فان دايك لاعب طبعا ليفربول، وترينت الكسندر ارنولد لاعب ليفربول ايضا، وماتيس ديليخت لاعب اياكس وانتقل ليوفنتوس. في النص او في وسط الملعب المنافسه هتكون ما بين هندرسون نجم ليفربول وقائد هذا الفريق، ديونج لاعب اياكس وانتقل لبرشلونه، كريستيان اريكسون لاعب توتنهام هوتسبير الانجليزي حتى الان. في الهجوم متواجد ميسي كالعاده، كريستيانو رونالدو، وايضا ساديو ماني نجم ليفربول. طيب يعني دي بعض الاخبار المهمه جدا والحديثه جدا النهارده بالتحديد، واكيد هيكون في اخبار كتيره اهم. فيما يتعلق بقى بالنادي الاهلي خلينا نروح نشوف اهم وابرز العناوين اللي كتبت على النادي الاهلي في الصحف النهارده، يلا بينا. مجله الاهلي، نادي القرن يبدا التحدي الاكبر، يواجه اطلع بره ببرج العرب الاحد. مجله الاهلي، الاهلي يستهل مغامراته الافريقيه 31. مجله الاهلي، موعدنا 7 مساء الاحد ببرج العرب، عيد الاهلي افريقي من جوه العملاق الاحمر يبدا، رحله اللقب التاسع امام اطلع بره. الاخبار، الأهلي يعاني الحيرة اللذيذة في كل المراكز، العروض تنهال على الراحلين وثلاث ملاعب تستضيف مباريات الموسم الجديد. الجمهورية، لاسارتي يعود لصانع اللعب الكلاسيكي ودور شرفي للكبار، الأهلي يتجه للتجديد، هنعلق عليه. الأهرام، الأهلي يعتمد سياسة جديدة للتغلب على قرار تحديد عدد المعارين، صيغة قانونية تضمن حق النادي في لاعبيه والفريق يستعد لإطلاع بره. المسا، لاسارتي قلقان من ضربة البداية الإفريقية، المدير الفني للأهلي حذر اللاعبين من إطلاع بره وطالبهم بالفوز، الخطيب التقى نجوم الفريق الكبار واحتفالية للجماهير بعد المباراة. الشروق، الأهلي يصرف مكافأة الدوري للاعبيه قبل انطلاق بطولة إفريقيا، 250 ألف جنيه للاعبين الأكثر مشاركة، اليوم طرح تذاكر مباراة اطلع بره، عمار حمدي يقترب من الاتحاد، ومؤمن زكريا يؤكد رغبته في الاستمرار مع الفريق، هنعلق برضه عليه.
المصري اليوم: الأهلي يرفض رحيل لاسارتي إلى الدوري التشيلي، الشناوي يتدرب في الجيم، وإكرامي وسليمان يواصلان التأهيل. الأخبار المسائي: لاسارتي يوضح الحقيقة، المدير الفني ينفي مفاوضات تشيلي، والأهلي يتمسك بالثنائي الصاعد. نبتدي بمجلة الأهلي في طبعا إطار التعليق على بعض الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي النهاردة في الصحف. مجلة الأهلي قالت إيه؟ مجلة الأهلي ماشي قالت: نادي القرن يبدأ التحدي الأكبر يواجه اطلع بره وبرج العرب الأحد. هو فعلا تحدي كبير جدا ومهم بينتظره كل عشاق القلعة الحمراء، هو التحدي الأفريقي بالتحديد بطولة دوري أبطال أفريقيا، البطولة الأغلى بالنسبة لكل الجماهير الأهلاوية. الاستعداد ليها أكيد مهم ومنتهى القوة ومنتهى التركيز، حتى لو بتلاعب فريق صغير شوية زي فريق اطلع بره، لكن دايما لازم البدايات زي ما قلنا وعدنا على مدار الأيام اللي فاتت، لازم البدايات تكون قوية ومناسبة لبطولة كبيرة زي أبطال أفريقيا، وخصوصا ان كل الجماهير الاهلاويه متشوقين جدا لهذا اللقب، فانت لازم ان انت تشتغل على حلمك من البدايه بشكل قوي وبشكل مميز عشان تقدر تواصل مشوارك الافريقي بالطريقه اللي بيستناها كل الجماهير الاهلاويه. بغض النظر كمان عن هذه المباراه، هو الجماهير بشكل عام متشوقه لرؤيه النادي الاهلي في ارضيه الملعب. ان شاء الله نشوف اداء ونتيجه يوم الاحد الجاي. مجلة الأهلي كمان بتتكلم على المباراة أيضا وبتقول: الأهلي يستهل مغامراته الإفريقية الـ31 مشاركة، والمشاركة دي إن شاء الله كانت أول مشاركة للنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، كانت 1976، وأول لقب كان طبعا 1982، وكان استمرارا لمشاركات عديدة للنادي الأهلي وألقاب عديدة جعلته هو متصدر قائمة الأندية الأفريقية حصدا للألقاب الأفريقية بشكل عام ولبطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 ألقاب. إن شاء الله نتمنى اللقب التاسع هذا الموسم بإذن الله بعد محاولات عديدة على مدار بالتحديد الثلاث سنين اللي فاتوا، كان منهم سنتين وصلنا للنهائي وما كانش فيه أي توفيق، وكان فيه أسباب مختلفة كمان لعدم فوز النادي الأهلي باللقب، ودي حقيقة على فكرة مش بنقول كده خلاص، وأكيد حضراتكم طبعا عارفين الكلام ده. والسنة الأخيرة للأسف كان خروج سيء جدا أمام صن داونز. إن شاء الله السنة الجديدة دي تكون سنة مميزة على كل الجماهير الأهلوية من خلال الفوز بهذا اللقب المنتظر والتأهل كمان لكأس العالم للأندية، ده شيء مهم أوي. مجلة الأهلي كمان لسه بتتكلم على المباراة وعلى بطولة دوري أبطال أفريقيا، بتقول إن ميعادنا إن شاء الله يوم السبت أو يوم الأحد عفوا الساعة 7 مساء ببرج العرب عيد الأهلي أفريقي، وطبعا ده بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بألف خير. من جوه العملاق الاحمر يبدا بره، قصدهم ان المباراه الاولى اللي هي بتاعه يعتبر فريق اطلع بره اللي كان المفروض هي مباراه الذهاب هناك في جنوب السودان هي مباراته هنا، لكن احنا هنبتدي المشوار من هنا من مصر بالتحديد من استاد برج العرب، وان شاء الله تكون بدايه مناسبه جدا لبطل افريقيا وبطل القرن بشكل عام النادي الاهلي في مشواره الافريقي. نروح للأخبار، وبتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن الحيرة اللذيذة اللي ممكن يكون بيعاني منها مستر مارتين لاسارتي في كل المراكز، ودي حقيقة وحاجة مميزة جدا. بتدل على إيه؟ بتدل على مدى نجاح إدارة النادي الأهلي في توفير كل احتياجات الفريق، سواء احتياجات فنية أو احتياجات بدنية وغرف ملابس وكل الأمور الخاصة باللاعبين بشكل عام تم توفيرها بشكل كبير جدا من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي. فبالتالي حيرة مميزة جدا عند مستر لاسارتي، خصوصا في ظل جاهزية كل القائمة في الحقيقة، يعني كله جاهز إن شاء الله يقدر مستر مارتين لاسارتي يختار التشكيلة المناسبة لهذه المباراة. احنا لسه مع الخبر ده، وبيقولوا ايه؟ بيقولوا ان العروض تنهال عن على الراحل. في بعض اللاعبين هيرحلوا بشكل طبيعي جدا عن النادي الاهلي، ده شيء طبيعي ومنطقي، يعني اي نادي في الدنيا كده بيختار مجموعه من اللاعبين يكونوا مكملين معاه، وفي المجموعه الاخرى سواء بتخرج اعاره او بتخرج على سبيل البيع النهائي. العروض بتنهال طبيعي، اي لاعب في النادي الاهلي بيجي له عروض كتير لانه بيلعب في نادي كبير، واكيد هو لاعب عنده مستويات مميزه جدا. الملف ده هيتم حسمه خلال ساعات ان شاء الله بنسبه كبيره، وهنعرف اخر المستجدات فيه. فيما يتعلق باخر جزء في الخبر، وهو ثلاث ملاعب تستضيف مباريات الموسم الجديد، وده اتكلمنا فيه امبارح. استاد القاهره هو الملعب الرئيسي للنادي الاهلي في حاله جاهزيته.
في حاله عدم جاهزيته هيكون استاد السلام البديل، في حاله عدم جاهزيه استاد السلام هيكون استاد برج العرب. ان شاء الله نتمنى دايما دايما ان استاد القاهره يكون جاهز، لانه فعلا في الحقيقه استاد مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي. نروح للجمهوريه. لاسارتي يعود لصانع اللعب الكلاسيكي ودور شرفي للكبار والاهلي يتجه للتجديد. طيب واحده واحده كده، حته المستر لاسارتي يعود لصانع اللعب الكلاسيكي ده هيتضح في المباراه اللي جايه، يعني هو وجهه نظر الراجل هيشوفها ايه هي وهيطبقها في الملعب طبقا لسياسته واستراتيجيته، يعني لو في حتى استراتيجيه جديده هنشوفها، ده شيء خاص بالجهاز الفني. لكن جزئيه دور شرفي للكبار اللي هم مين يعني؟ يعني مين اللي في النادي الاهلي اللي هيكون ليه دور شرف؟ الموضوع في النادي الاهلي مش كده خالص، يعني دايما اي لعيب موجود في القايمه بيبقى النادي محتاجه. النادي يعني هيلجا ليه في بعض المباريات او في كل المباريات طبقا لرؤيه الجهاز الفني، فالموضوع ما فيهوش الكلام ده خالص، يعني ما فيش دور شرف للكبار ولا حاجه. قصدك كبار ايه يعني؟ حسام عاشور؟ حسام عاشور لعيب كبير جدا مهم قوي 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 في صفوف النادي الاهلي. احمد فتحي؟ احمد فتحي لعيب لا غنى عنه موجود، مش هيبقى ليه دور شرفي ولا حاجه، الراجل ممكن يلعب بشكل اساسي، وارد ان يكون ليه دور مهم سواء خارج الملعب او داخل الملعب، سواء هو حسام عاشور، شريف اكرامي ايضا حارس مميز، كل اللاعبين الكبار. خليني اقول لحضراتكم على حاجه، من فتره كبيره جدا جدا اول مره النادي الاهلي يكون عنده قائمه متكامله بتضم ايه؟ لاعبين كبار اصحاب خبرات، وده شيء مطلوب جدا جدا، لاعبين مميزين في منتصف العمر الكروي، يعني ما بين 20 ل 25 27 28 سنه، وعندك كمان لاعبين شباب مهمين جدا موجودين في تدريبات النادي الاهلي. فالنادي الاهلي بيضم عناصر مختلفه وتوليفه مختلفه مميزه جدا، التوليفه دي كلها مع بعض باذن الله تنجح الفريق في تحقيق اهدافه، وده شيء مهم وفكر خططي مميز سواء للجهاز الفني وفكر تخطيطي مميز ل المسؤولين عن الكره في النادي الاهلي، بتحديد لجنه التخطيط للكره مع الجهاز الفني والكابتن محمود الخطيب، واضح ان هم ناجحين في الجزئيه دي بشكل كبير بدليل توافر عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين واللاعبين اصحاب الخبرات واللاعبين اللي عندهم طموحات كبيره لسه عايزين يحققوها مع النادي الاهلي، ده شيء مميز جدا في الحقيقه. اتجاه التجديد يعني تجديد من ناحيه ايه؟ التشكيل مثلا بعض العناصر هنشوف الكلام ده، لكن الامر كله متروك للجهاز الفني. طيب نروح للأهرام، نلف الرحلين أيضا. الأهلي يعتمد سياسة جديدة للتغلب على قرار تحديد عدد المعارين، احنا عارفين أن عدد المعارين 5 فوق السن أو 5 يعني بشكل عام من القايمة تقدر تعيرهم، وفي 3 من مواليد 97 و 98. النادي الأهلي حتى الآن يعتبر أعار كام لعيب؟ أعار الثلاثة اللي هم مواليد 97 و98 اللي هم أكرم توفيق واحمد ياسر ريان ومحمود الجزار، دول راحوا الجونه بالاضافه لعمرو جمال اللي راح لصفاقسي، فاعتقد كده اعتقد النادي الاهلي ممكن يكون لسه ناقص له 4 لاعبين يقدر يعيرهم خلال الفتره اللي جايه. صيغه قانونيه تضمن حق النادي في لاعبيه والفريق يستعد ليطلع بره، ما قصدهم يعني النادي الاهلي حتى لو باع لعيب بيحاول ان يكون دي الاولويه في استعاده هذا اللاعب، يعني زي مثلا موضوع عمر رضوان اللي راح الجونه، يعني زي ما مكتوب في الخبر كده ان في بند في العقد ان لو الاهلي رغب في استعاده اللعب او التعاقد مع اللاعب هتكون الاولويه للنادي الاهلي. استعداد الفريق اللي اطلع بره ده اتكلمنا فيه خلاص، ومناسبه اللاعبين المعارضين الكلام دلوقتي في هذه الساعات وهذه الدقائق بالتحديد على ناصر ماهر وان سموحه بيحاولوا يخلصوا في اللعب، وفرج عامر طبعا المهندس فرج عامر اعلن انه وصل لاتفاق مع النادي الاهلي، حتى هذه اللحظه مفيش اي حاجه رسمي خرجت من النادي الاهلي بخصوص ناصر ماهر، قد يكمل مشواره مع النادي الاهلي وقد يرحل على سبيل الاعاره، هنعرف الكلام ده لما يخرج قرار رسمي من النادي الاهلي. المسا لاسارتي الان من ضربه البدايه الافريقيه، المدير الفني للاهلي حذر اللاعبين من اطلع بره وطالبهم بالفوز، طبعا قلق طبيعي وقلق صحي جدا جدا، خصوصا ان انت بتقابل فريق يعتبر مجهول شويه حتى لو انت درسته بشكل كبير من خلال بعض اللقطات الفيديو، لكن في نفس الوقت انت بتبتدي بطوله بشكل عام، بطوله مهمه جدا ولازم انت تبتديها بالشكل الانسب. المدير الفني للاهلي حذر لاعبيه من اطلع بره، وده اتكلمنا فيه على مدار الايام اللي فاتت، وطالبهم بالفوز ده شيء مفروغ منه. الخطيب التقى نجوم الفريق الكبار واحتفاليه الجميع بعد المباراه. كابتن محمود الخطيب طبعا امبارح قبل المران كده اتكلم مع اللاعبين الكبار
وطلبهم بان احنا نبتدي بدايه مميزه في بطوله دوري ابطال افريقيا، وطلبهم ان لازم ان شاء الله باذن الله يكون استكمال المشوار حتى المباراه النهائيه وكمان تحقيق اللقب لاسعاد الجماهير الاهلاويه المتشوقه جدا لهذا اللقب الافريقي. احتفاليه الجماهير بعد المباراه احنا عارفين المفروض هيكون في احتفاليه للجماهير ببطوله الدوري الاغلى للنادي الاهلي، البطوله رقم 41 في تاريخه. الاحتفاليه دي المفروض نسبه كبيره ان هي هتكون في استاد مختار تيتش، بس التنسيق بشان الوقت الانسب ليها دي الاحتفاليه لسه ما فيش وقت محدد. طيب الشروق تتكلم على ان الاهلي يصرف مكافئات الدوري للعبيه قبل انطلاق بطوله افريقيا، ده شيء طبيعي يعني، الناس جابوا بطوله الدوري اكيد هيكون ليهم مكافئات طبقا للائحه يعني، ولو في اي استثناءات ده بيبقى طبعا خاص بمدير الكره او مسؤول عن الكره بالنادي الاهلي. 250 الف جنيه للاعبين الاكثر مشاركه، ده ايضا بيبقى طبقا للائحه، اللائحه اكيد فيها هذه البنود يعني وكل هذه الامور. النهارده طرح تذاكر مباراه اطلع بره وده اتكلمنا فيه عمار حمدي اكتر من الاتحاد، تكهنات لسه مفيش حاجه رسميه. مؤمن زكريا اكد رغبته في الاستمرار مع الفريق، اكيد مؤمن زكريا لاعب مهم جدا. نروح للمصري اليوم، المصري اليوم بتقول ايه؟ الاهلي يرفض رحيل لاسارتي. موضوع لاسارتي بقى يعني بصراحه بقى كتير جدا الكلام فيه، يعني الموضوع خلاص يا جماعه محسوم، الراجل مكمل مع النادي الاهلي. الشناوي يتدرب في الجيم، طبعا الشناوي كان واخد اجازه ورجع خلاص هو واللاعبين الدوليين هو ووليد سليمان وايمن اشرف. اكرامي ووليد سليمان وصلوا للتاهيل، وليد سليمان عنده اصابه خفيفه كده اجهاد يعني يعتبر، وعنده برامج تاهيليه بيمشي من خلالها عشان يشفى سريع من هذه الاصابه. اكرامي خلاص امامه ايام قليله جدا ويشارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي، لكن موضوع لاسارتي وايضا ده موجود في الاخبار المسائي برضو، لاسارتي يوضح الحقيقه واحنا دورنا في الحقيقه هنا ان احنا نرد على هذه الاخبار. نروح للاخبار المسائي، يلا الاخبار المسائي بيقول ايه؟ لاسارتي يوضح الحقيقه، المدير الفني في مفاوضات تشيل الاهلي يتمسك بالثنائي الصاعد. يعني الكلام كتير على عروض جات لمستر مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي، لكن لازم ناكده لحضراتكم ان الراجل متمسك بالاستمرار مع النادي الاهلي، وان النادي الاهلي متمسك باستمرار لاسارتي مع الفريق، شيء مفروغ منه، والراجل موجود ومستمر، وان شاء الله نتمنى له كل التوفيق وايضا كل الدعم والمسانده من كل الاهلاويه، لان يعني الهدف هدف واحد، انت تكسب كل المباريات تحقق كل البطولات، ده بيبقى شيء مهم جدا. هيحصل ازاي؟ من خلال الاستقرار. غير منطقي اطلاقا ان يتم تغيير المدير الفني او ان يجي له عرض فيتم الموافقه عليه، موضوع غير منطقي خالص، خصوصا انت خلاص تبتدي موسم سواء افريقي او محلي يعني، فانت اللي هتبقى خسران، انت اللي هتبقى خسران. فبالتالي الراجل مكمل مع النادي الاهلي بشكل مؤكد ان شاء الله. طيب دي اخبار الاهلي في الصحف، اخبار الاهلي في مواقع ايه؟ خلينا نروح نشوف يلا. البوابه سبورت، الاهلي يفتح باب التبرع بالدم لصالح مصابي معهد الاورام. اليوم السابع، تعرف على موقف الاهلي من العرض الفرنسي لضم وليد ازارو. سوبر كورة، لاسارتي يطالب ديانج باستغلال الفرصة في الأهلي. فيتو، كواليس دعم لاسارتي لاعبي الأهلي غير المقيدين إفريقيا. اليوم السابع، اطلع بره، يصل القاهرة اليوم لمواجهة الأهلي في دوري الأبطال. فيتو، مدرب اطلع بره، بيبو سبب عشق للأهلي ومفيش مستحيل في الكورة. الوطن سبورت، محمد محمود اصابتي بالصليبي كابوس واستهدف العوده للمنتخب. الفجر الرياضي، النجم الساحلي يراسل الاهلي من اجل حل ازمه كولوبالي الهارب. الشروق، الاهلي يعتمد عقد باولا ويوافق على توريد اجهزه لتطوير قطاع الكره بالطائره، كره الطائره. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، الاهلي يتوج بالدرع العام في بطوله كاس الاتحاد للسباحه. طيب قبل ما نعلق على الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي في المواقع، خلينا سريعا نروح لمقر النادي الاهلي بالجزيره من خلال مراسلنا العزيز ادهم ندى مراسل قناه النادي الاهلي. يا ادهم مساء الخير عليك.
برحب بك زميلي امير هشام، وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك. البدايه لازم اقول كل سنه وقناه النادي الاهلي بخير، 11 سنه انجازات، بطولات، تاريخ كبير. قدرت قناه النادي الاهلي ان تعبر عن وجهه نظر النادي الاهلي في مختلف القضايا الرياضيه بكل احترافيه ومهنيه. ندخل في اجواءنا وكواليسنا من داخل قلعه النادي الاهلي بالجزيره والتي لا تغيب عنها شمس البطولات ابدا. ادهم النادي الاهلي مرانا قويا، حرس الاسبوعياني مارتن لاسارتي المدير الفني على اعطاء تدريب خاص للمهاجمين وليد ازارو ومروان محسن على كيفيه استغلال الفرص والارتقاء بمعدل التهديف للفريق واستغلال الكرات العرضيه، كما حرس لاسارتي تدريب مجموعه خط وسط الدفاع عمرو السوليه وحمدي فتحي وحسام عاشور على الهاي بوش او الضغط العالي من اجل استخلاص الكرات في اقل وقت زمني، وده يا امير اللي لاحظناه في مباراه الزمالك. متوقع ان شاء الله ان هي تكون شخصيه النادي الاهلي في المباريات القادمه وخاصه امام قطر السودان، وان شاء الله طبعا توفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، وان شاء الله تكون التاسعه من نصيب النادي الاهلي ومشوار افريقي موفق للنادي الاهلي. كما حرص الكابتن محمد يوسف على تصحيح المواقف الدفاعيه لقلب الدفاع والضغط باستمرار على حامل الكره. والحقيقه يا امير انا عايز اطمن جماهير النادي الاهلي على لاعب جونيور اجايي، طبعا هو راجع من اصابه كبيره الام الديمر، بيؤدي الحقيقه انا شايفه مرانا قويا واضح فيه استعادته لجزء كبير من لياقته البدنيه، كما شاهد المران مجيء اللاعب محمود متولي احدث صفقات النادي الاهلي من اجل مؤازره زملائه، واكد محمد يوسف ان هيكون ليه برنامج تاهيلي خاص لاستعاده لياقته البدنيه. كمان عايز اقول ان سعد سمير لاعبنا في الدفاع ادى تدريبات منفرده بالكره، تدريبات خفيفه، لكن عايز اطمن جماهير النادي الاهلي عليه طبعا. وبقي ان نذكر زميلي ان سياده العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال ان شاء الله هيكون هناك منفذ لبيعه بالاسكندريه مباراه الاهلي وبطل السودان عبر بوابه الحجز الالكتروني. كان هذا كل ما لدينا من اخبار وكواليس حتى الان لمران النادي الاهلي. العوده مره اخرى لك زميلي امير هشام، تفضل. بشكرك يا ادهم، شكرا جزيلا. ادهم متحمس ومراسل مميز، ان شاء الله يكون ليه مستقبل جيد في هذا المجال. وفي الحقيقه هو الراجل ما اديناش فرصه ان احنا نسال، لكن هو قال لنا كل الاخبار الخاصه بالفريق وكواليس استعداداته للمباراه المقبله امام فريق اطلع بره. بس في جزئيه بس عايز اعلق عليها وهي خاصه بجونيور اجايي اللي قالها ادهم ندى. اجايي الراجل ما كانش عنده اصابه ولا حاجه، الاصابه دي من زمان شويه، يعني الاصابه دي كانت في الشتاء تقريبا يعني اللي فات، ورجع الراجل ولعب عادي ما فيش اي مشكله. ف طبعا جاهز جدا جدا للمشاركه مع النادي الاهلي في مختلف المباريات المقبله. خلينا نتكلم بقى على اهم الاخبار ونعلق عليها الخاصه بالنادي الاهلي في المواقع. نبتدي بالبوابه سبورت. الاهلي يفتح باب التبرع بالدم لصالح مصابي معهد الاورام، جانب وطني وجانب انساني مهم جدا بيقوم به النادي الاهلي كالعاده. والنادي الاهلي دايما مش بيهتم بالجوانب الرياضيه والانشائيه والاجتماعيه الخاصه به هو بس، لا، في جانب وطني مهم قوي بيقوم بيه النادي الاهلي. ده طبعا بعد الحادثه المؤسفه او العمل الارهابي المؤسف اللي حصل في وعند معهد الاورام. ربنا يا رب يرحم جميع كل الضحايا، ونتمنى طبعا الشفاء العاجل لكل المصابين. ده دور النادي الاهلي المهم، دور وطني وانساني مميز جدا. نروح اليوم السابع، بتقول ايه؟ بتقول تعرف على موقف الاهلي من العرض الفرنسي لضم وليد ازارو. مفيش اي جماعه اي عرض فرنسي رسمي جه للاهلي خالص، ولا عرض جه لوليد ازارو حتى هذه اللحظه رسمي خالص. ممكن يكون كلها اهتمامات، جس نبض من بعض المسؤولين او بعض وكلاء اللاعبين، لكن مفيش اي حاجه رسمي اطلاقا وصلت النادي الاهلي بخصوص وليد ازارو. وليد ازارو لاعب مقيد في القائمه الافريقيه، لاعب مهم جدا جدا في صفوف النادي الاهلي، وان شاء الله يكون موفق خلال المرحله النادي الاهلي لهذا الفريق في مطار القاهره الدولي. وده بعد تجهيز كل الامور من خلال الكابتن سمير عدلي المدير الاداري، واللي بيقوم في الحقيقه بمجهودات عظيمه جدا جدا داخل النادي الاهلي وداخل الفريق الاول لكره القدم بالتحديد. راجل مهم وعنده خبرات كبيره قوي قوي الكابتن سمير عدلي يعني. فهو اكيد سهل كل الامور وكل العقبات وكل الاجراءات الخاصه باستقبال فريق اطلع بره. نروح لفيتو. تصريح لمدرب اطلع بره بيقول ان بيبو سبب عشقي للاهلي ومفيش مستحيل في الكوره. طيب ناخد الجزء الاول من التصريح. هو المدير الفني اسمه موريس مايكل، ده مدرب اطلع بره، بيقول ان انا كنت بحب النادي الاهلي في الحقيقه عشان كابتن محمود الخطيب احد اللاعبين اللي حببوني في هذا النادي وحبوني في كره القدم بشكل عام. واحنا عارفين في الاجيال القديمه كان ابرز اللاعبين، كان في طبعا لاعبين كتير جدا مميزين، يعني كان ابرزهم طبعا كابتن محمود الخطيب كرويا في الحقيقه يعني.
فنيا كان عالي جدا الراجل، فافريقيا كلها كانت تعرف الكابتن محمود الخطيب. فالراجل بيقول من اسباب عشقي لكره القدم وحب النادي الاهلي هو الكابتن محمود الخطيب. مفيش مستحيل بقى في الكوره، هو في الحقيقه مفيش مستحيل في الكوره، لكن بعيد عن النادي الاهلي ان شاء الله، ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في الفوز في المباراتين بشكل باذن الله طبيعي ومنطقي جدا جدا يعني. والاهم حاجه، اهم حاجه ان الفريق يكون مركز جدا وما يكونش فيه استهتار طبعا. هو اكيد ابناء النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي مدركين الجزئيه دي بشكل كبير. هم طبعا جايين بالنسبه لهم مباراه احتفاليه، بيلعبوا نادي القرن في افريقيا النادي الاهلي. نروح للوطن سبورت واحد المصابين اللي بنتمنى عودتهم سريعا، محمد محمود. اصابتي بالصليبي كانت كابوس واستهدف العوده للمنتخب. في الحقيقه محمد محمود كان ليه تصريحات تلفزيونيه بالامس واتكلم بخصوص اصابته بالرباط الصليبي وكواليس هذه الاصابه، وبيقول ان ده طبعا كان كابوس. هو في الحقيقه كان مش كابوس لمحمد محمود بس، هو كان كابوس لكل الجماهير الاهلاويه، لان محمد محمود كان وصل النادي الاهلي لعب دقائق في المباراه الاولى امام بيراميدز بعد انتقاله في يناير، ولعب لدقائق في المباراة الثانية أمام سموحة، للأسف اتصاب وتعرض لإصابة في الرباط الصليبي. واتكلم على كواليس الإصابة دي بشكل عام، قال إن من ضمن أهداف عودته للمنتخب، وقال إن هو كان حقق جزء من أحلامه سواء بالانتقال للنادي الأهلي وانضمام لمنتخب مصر، لكن فجأة الأحلام دي كلها توقفت بسبب إصابة بالرباط الصليبي. لكن إن شاء الله إن شاء الله. هو اتكلم كمان على إصابته، هيرجع قريبا جدا يبتدي يشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي بعد 3 أو 4 أسابيع، وبعد كده يبتدي يشارك في المباريات بشكل تدريجي، وإن شاء الله أول ما يتم 9 شهور بالظبط من تاريخ الإصابة يقدر يشارك في 90 دقيقة بشكل كامل متكامل. نتمنى له كل التوفيق. عنصر مهم قوي، متخيلين حضراتكم؟ متخيلين اكتمال صفوف النادي الأهلي؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يحميهم يا رب من الإصابات. عندك لاعبين مميزين قوي يعني، حتى المصابين نجوم كبار. عندك سعد سمير نجم مميز قوي في خط الدفاع، عندك كريم نيدفيد ومحمد محمود اتنين تقال قوي في خط النص، بالاضافه للاعبين انت جبتهم. لا النادي الاهلي في الحقيقه عنده قائمه مميزه جدا من اللاعبين، نتمنى للجميع ان شاء الله يكون موفق في الموسم الجديد. نروح للفجر الرياضي، وده كلام برضو طلع خلال الساعات القليله الماضيه. النجم الساحلي يراسل الاهلي من اجل حل ازمه كلوبالي الهارب. طبعا عارفين حضراتكم سليماني كلوبالي لاعب النادي الاهلي السابق واللي كان متواجد في صفوف النادي الاهلي وتم التعاقد معاه، وبعد كده هرب فجاه كده مشي يعني. راح النجم الساحلي، هو في الاول راح لعب هناك في اعتقد فين، في اوروبا، نادي من ضمن الانديه يعني في اوروبا، الانديه الصغيره يعني دوريات صغيره جدا، وبعد كده لعب بطاقه مؤقته لمده سنه، وبعد كده في مشكله طبعا. النادي الاهلي ليه حق كبير جدا في هذه الازمه، والمؤكد النادي الاهلي مش هيسيب حقوقه خالص، ده شيء طبيعي ده في النادي الاهلي. لكن لحد دلوقتي التقارير كلها اللي خرجت وان النجم الساحلي خاطب النادي الاهلي تسويه الموضوع وكلام من ده، مفيش اي حاجه وصلت رسميه للنادي الاهلي حتى هذه اللحظه اللي انا بتكلم مع حضراتكم فيها، مفيش حاجه رسمي بخصوص سليماني كولوبالي. الاهلي كمان مؤكد مش هيسيب حقه في اللاعب، حقه المادي، وكانت المحكمه طبعا حكمت بمبلغ مادي للنادي الاهلي. فهنشوف يعني على مدار الايام القادمه القليله بالتحديد مدى تطورات هذه الجزئيه. نروح بسرعه للشروق. الاهلي يعتمد عقد باولا، باولا دي لاعبه برازيليه لكره الطائره، لاعبه مميزه جدا، والنادي الاهلي اعتمد التعاقد معها بشكل رسمي ويوافق على توريد اجهزه لتطوير قطاع الكره الطائره بالنادي الاهلي. الاهتمام بس مش بكره القدم، الاهتمام دايما بكل الالعاب داخل القلعه الحمراء. نتمنى للجميع كل التوفيق خلال المرحله المقبله. عندنا اخبار محليه وعالميه مهمه جدا هنتكلم عنها لكن بعد الفاصل، لان كمان بعد الفاصل معايا ضيف مهم قوي هو استاذ محمد القوسي الناقد الرياضي الكبير بالاهرام، وهنتكلم في امور كتيره جدا جدا، وهنناقش كمان معاه بعض الاخبار المحليه والعالميه والاهم كمان اخبار النادي الاهلي. استنونا بعد الفاصل. نورني ويشرفني في هذه اللحظات الاستاذ والناقد الرياضي الكبير استاذ محمد القوسي في حلقه دايما بتكون مميزه، وانا ببقى مبسوط جدا وهو معايا. استاذ قوسي منورنا. ربنا يخليك يا امير، بتشرف دايما بالظهور معاك، وببقى سعيد جدا بالطله دي على جمهور الاهلي وعشاء الاهلي واعضاء الاهلي في كل مكان. عندنا ملفات كتير جدا، عايز ابتدي معاك بمرور 11 سنه على انشاء قناه النادي الاهلي، حابب تقول ايه؟ يعني طبعا كل سنه وقناه الاهلي طيبه وبخير، والعاملين في قناه الاهلي من 6 اغسطس 2011 حتى هذه اللحظه اللي احنا فيها على الهواء 11 سنه ويوم
مرت على قناة الأهلي، القناة التي انطلقت بتعبر عن النادي الأهلي، عن قيمه وعن مبادئه، لتكمل المنظومة الإعلامية في النادي الأهلي. يمكن الأهلي كان أول نادي في مصر عمل مجلة وبعد كده كله جه بعديه، الأهلي أول نادي في مصر عمل مركز إعلامي كله جه بعديه، الأهلي أول نادي في مصر يعمل موقع إلكتروني كله جه بعديه، الأهلي أول نادي يعمل قناة ولسه محدش جه بعديه. يعني ده في المنطقة كلها، يمكن الناس بعد الأهلي بسنوات طويلة بدأت تفكر في المنطقة العربية تعمل حاجة زي كده، لكن في مصر ما زال الأهلي له الريادة الفضائية بين الأندية المصرية، بيقدم إعلام محترم، إعلام منبثق من قيمه، من مبادئه، من تاريخه، إعلام بينبذ التعصب، إعلام بيحض على الحب، على التقارب، على الفضائل، على الأخلاقيات، إعلام يعني الحمد لله قناة الأهلي من على مدار 11 سنة لم تأتي لها أي ملحوظة عن الأداء من الإعلام اللي فيها، لم يوقف بثها، لم يوقف برنامج، لم تستخدم أي لغة خارجة عن النص على الإطلاق، لأن هذا هو النادي الأهلي وهذا هو قيم الأهلي، وأي شيء بيرتبط باسم النادي الأهلي دايما بيسير تحت مظلة القيم والمبادئ والأخلاق. فربنا يا رب دايما الأهلي في هذا الطريق، ودايما ولاده بيحافظوا عليه. عمر النادي الأهلي ما بينزلق في طبعاً أي اتجاهات، وعمر النادي الأهلي ما حد بيجره لحروب هو مش مختار لا ميعادها ولا توقيتها. دي نقطة مهمة قوي. أبدا. أنا عايز أتكلم على دور القناة بالتحديد، دور قناة النادي الأهلي إيه بالظبط؟ لأن في ناس تتكلم مثلا يجي يقول لك ايه ده، في واحد طلع شتم او اتكلم بطريقه مش كويسه على فلان الفلاني او على النادي الاهلي على كامل، لازم ترد ولازم تعمل. دور القناه ايه يا استاذ اوسي من وجهه نظرك؟ لا يعني احنا يعني عشان نوضحه بس للناس ان في لبس في الحته، احنا مش عايزين نشتغل اعلام يعني، احنا بنشتغل يعني اعلام. قناه الاهلي بتشتغل اعلام هادف، اعلام محترم، اعلام بينقل صوره جميله وصوره حقيقيه لجمهور الاهلي، بيعرف جمهور الاهلي اللي بيحصل في النادي الاهلي، بينقل اللاعبين واللقاءات والحوارات والكواليس، بينقل كل الحاجات اللي بتحصل جوه النادي الاهلي بشكل شيك وبشكل محترم. لكن لما يجي حد من بره يتطاول او يخرج عن النص، قناه الاهلي لا يمكن ان تنزلق الى هذا المجال او تنزلق الى هذا الطريق. كما مجلس إدارة النادي الأهلي كثيرون تطاولوا عليه، كثيرون وصلوا إلى مراحل وانحدروا إلى الحضيض في التعامل معاه، لكن ظل مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب شامخا مرتفع الرأس، يعني يعلو فوق هذه التفاهات وفوق هذه الصغائر. وكذلك الأمر بالنسبة لكل ما يرتبط بالنادي الأهلي وخصوصا وسائل إعلامه، لأن طبعا هي وسائل إعلام هي الرابط بين النادي الأهلي وبين جمهوره، يعني هي اللي بتعمل حلقة الوصل بين الأهلي كإدارة وكفريق وبين الجمهور اللي هو منتشر في ربوع مصر من أقصاها في الجنوب إلى أقصاها في الشمال إلى كل القرى والأزقة والحواري وكل البيوت المصرية، موجود ومتغلغل في النادي الأهلي. فالنادي الأهلي مش ممكن كما لم تنزلق إدارته إلى يعني قاع الأخلاقيات اللي انزلق ليها البعض، كذلك قناته يعني بتسير بطريق محترم وبنهج محترم. احنا بنقدم خبر، بنقدم معلومة، بنقدم لقاء، بنقدم حوار، لكن عمر القناة الأهلي ما هتهبط إلى هذا المستوى اللي البعض هبط ليه، بدليل الحمد لله ترى أن الكل بيحمل ليها كل احترام وكل تقدير، ودورها أن هي تواصل رسالتها التنويرية الأخلاقية المحترمة مع كل الأجيال. في إطار كلامنا على التطوير وأن النادي الأهلي دايما بيكون سباق في أي شيء، النادي الأهلي في الأسبوع اللي فات ده قدر أن هو يفتتح، أنا بقول عليه مركز متكامل للفريق الأول لكرة القدم أسفل المدرج الجديد، مركز طبي، مركز تأهيلي، مركز تدريبي متكامل في الحقيقة بالنسبة للنادي الأهلي، وغرف ملابس، كل هذه الأمور، وأكيد حضرتك تابعت هذا الحدث، تعليق عليه إيه؟ طبعا يعني زي ما قلنا أن الأهلي دايما بيبقى الأول، بيبقى صاحب الفكرة، لأن هو الأهلي دايما بيركز على الأفكار، بيركز على الإبداع، بيركز على الحاجة الجديدة، بيشتغل على الكلام ده بشكل قوي وبشكل مستمر وبشكل فعال، دايما بيعمل حاجة والكل يقلده، دايما بيعمل حاجة وناس كتير بتصير وراه. الأهلي مش واقف عند نقطة معينة، دايما بيدور على الجديد. يمكن أعتقد الفكرة اللي حصلت في تطوير غرف ملابس النادي الاهلي دي، اعتقد ربما كانت هذه الفكره في ذهن مثلا كابتن محمود الخطيب منذ ان كان لاعبا، كان يتمنى ان يرى الاهلي بهذا الحجم وهذا الشكل يعني. وبالتالي وطبعا مجلس اداره الاهلي بالكامل يعني، الاهلي يحتاج دايما الى ان يكون رقم واحد، ان يكون ليس اقل من اي نادي في العالم. ما رايناه في غرف ملابس الاهلي الجديده يعني تشعر كانك في غرف ملابس برشلونه، ريال مدريد، الارسنال، ليفربول، الحاجات العظيمه اللي على مستوى العالم، الحاجات القيمه، لما تلاقي غرفه ملابس للعيبه حاجه عظيمه جدا ومبهره جدا، وبشكل الممر اللي بيخش منه حاجه يعني حاجه لما تشوفها لا تملك الا ان تمسك نفسك وتشيد بمن فعل هذا ومن فكر ومن خطط.
غرفه ملابس في هدوء تاني خالص. احنا فوجئنا ما شفنا حدش يعرف حاجه عن الموضوع ده. غرفه ملابس لعيبه وغرفه ملابس كان في اتنين غرفه ملابس. طب ليه اتنين غرفه ملابس؟ طب ما الفريق بيروح لما يجي لك ضيف يلعب مباراه وديه هيكون متواجد في هذا المكان بدل ما يكون موجود في متواجد تاني. الاجهزه اللي موجوده اجهزه الاستشفاء احدث اجهزه استشفاء موجوده في العالم. اعتقد دي هتفرق كتير جدا مع لعيبه النادي الاهلي في المرحله القادمه. يعني بتعمل لك استشفاء سريع جدا وترجع اللاعب او تعيد اللاعب لحالته الطبيعيه في اقل وقت ممكن، وده مهم جدا هيقلل من حاجات كتير جدا وهيفيد لعيب النادي. صاله الجيم الجديده كل ده، المحاضرات، الفيديوهات، التلفزيونات، يعني حاجه الحقيقه مبهره، حاجه عظيمه، حاجه يعني تستحق التقدير وكل الشكر لمجلس اداره النادي الاهلي ان عمل حاجه زي كده مبهره. يمكن حتى الانديه الاخرى لما شافت ده حصل لها حاله من الانبهار، وهتلاقي المقلدون يظهرون ويقدمون لك نفس الصور. يعني عمرنا ما سمعنا عن غرف ملابس في اي مكان، يعني في الغالب بتبقى يعني ليست جيده المستوى، ما حدش مهتم بيها وبتبقى فيها نوع من الاهمال. نشوف هذا الجمال، هذه النظافه، هذا التنسيق، هذا التقدم، هذا العلم، هذه الاجهزه، فده طبعا شيء عظيم جدا يليق. جهاز استشفائي كمان موجود، جهاز استشفاء جديد اللي تم التعاقد عليه بالظبط. طبعا ده قلت لحضرتك ان الجهاز ده مش واحد، ده جهاز يعني عظيم اعتقد جداً. يمكن الجهاز الاول تقريبا مش موجود في مصر يعني. فطبعا النادي الاهلي دايما سباق وبنهنيهم على هذا الانجاز وهذا هذه البنيه التحتيه جوه النادي الاهلي اللي هتستمر على الاجيال ان شاء الله المقبله اللي هتستفيد بيها وتتطور اكثر واكثر يعني. في الحقيقه شيء جيد ومفرح جدا بالنسبه لكل الاهلاويه. بما اننا بنتكلم على ابناء النادي الاهلي برضو يا استاذ اوسي، الفتره اللي فاتت هي فتره كانت مفتوحه للاعلام للتواصل مع لاعبي النادي الاهلي في مختلف القنوات، واحنا عندنا هنا في قناه الاهلي عملنا بعض اللقاءات المميزه جدا في الحقيقه مع بعض اللاعبين من النادي الاهلي، في البعض الاخر عمل لقاءات اخرى في قنوات اخرى. لكن قدرت ان انت تستشف ايه من كلام لاعبي النادي الاهلي؟ لان انا في الحقيقه شفت ان في تشابه شويه في الكلام وفي الطريقه بتاعه ابناء النادي الاهلي في الحديث، وده شيء مهم يعني لازم نعلق عليه. تحياتي طبعا ليك في اللقطه دي، لقطه مهمه جدا. يمكن هي لقطه متفرقه لكن لما تجمعها على بعض هتعمل لك صوره بالزبط. مكتمله بالزبط. تعمل لك صوره حلوه، تعمل لك صوره جميله، تعمل لك صوره اهلاويه، فتقدم لك مشهد جميل كده بيعبر عن النادي الاهلي. وبتشوف من خلال اللي حصل ده لما تسمع وائل جمعه وتسمع شريف الكرام وتسمع كريم ندفد وتسمع قبلهم وليد سليمان وتسمع حسام عاشور وتسمع كابتن سيد عبد الحميد، كل ده بيقدم لك مستقبل مشرق للنادي الاهلي. تسمع محمد فضل، كل دول يعني نماذج ولاد النادي الاهلي وقيم موجوده كبيره في النادي الاهلي. تشعر ان الادب في كلامهم جميعا رابط بينهم كلهم، الاخلاقيات موجوده، القيم اللي تربوا عليها في النادي الاهلي موجوده، العلم والثقافة والفكر والتخطيط والرؤية موجودة عندهم كلهم. يعني الحقيقة يعني كل واحد فيهم ظهر أبهر من سمعوه وقدم صورة جميلة وصورة محترمة عن النادي الأهلي. تحدث عن نفسه، تحدث عن ناديه، تحدث عن أمنياته، تحدث عن أحلامه، تحدث عن الوضع اللي هو فيه. لم يطل أحد بسوء بالزبط. لم يجرح في أحد، لم يعني يخرج لفظ لا يليق به. فتشعر ان دول قامات كبيره جدا. الحقيقه انا بعد ما شفت مجموعه الحوارات القامات الاهلاويه اللي موجوده دي الواحد اطمن على مستوى النادي الاهلي. لما تسمع شريف الكرام وهو بيتكلم وهو يعني ما بيشاركش في المباريات ولا فارق معاه بالزبط. اللي فارق معاه النادي الاهلي، قيمه النادي الاهلي. يعني حتى لما شفت كابتن عقليته مميزه يعني لا حاجه محترمه جدا. لما تسمع وائل جمعه وهو بيتكلم على النادي الاهلي وعن قيمه وعن تربياته وعن اخلاقياته وعن المواقف الصعبه والموقف البتاع، لما تسمعهم يتكلموا على ان النادي الاهلي مهما حصل فيه من معاول هدم بتضرب فيه الا ان النادي الاهلي يظل شامخا كالجبل. صعب جدا يا جماعه، انت بتتكلم في تاريخ طويل جدا تجاوز القرن من الزمان، فمستحيل يا جماعه ما حدش يقدر يروح يهد الهرم يعني. فطبعا كان لقاءات الحقيقه مبهره، اعتقد الناس كلها استمتعت بيها والناس اتكلمت عنها بشكل كبير جدا. وما شفناش حد حتى بيتكلم بنعرة تعالي او فخر او بتاع، بيتكلموا المنتصر المتواضع يعني، واخد بالك؟ طبعا حاجات عظيمه وحاجات محترمه. ولو حاورت كل اللعيبه اللي اتربوا في النادي الاهلي هتلاقي عندهم نفس الرؤيه، نفس الفكر، نفس الاخلاقيات، ودي الحاجات اللي بتتوارثها الاجيال، ودي القيم بتاعه النادي الاهلي اللي من ايام مختار تيتش وقبل مختار تيتش هي اللي بتتوارث وهي اللي مستمره وهي اللي بتدير. حتى اللاعبين الجداد في حواراتهم هنا في قناه الاهلي تحس ان هم بمجرد ما دخلوا النادي الاهلي خلاص الدنيا اختلفت يعني. شفنا حوار محمود متولي على شاشه الاهلي، يعني ايه الادب ده وايه الاحترام ده وايه التقدير ده وايه القيمه دي؟ يعني برضه تشعر ان هو لاعب موجوده في الاخلاقيات والسمات اللي موجوده في النادي الاهلي يعني. فطبعا اعتقد ان اي حد بيدخل بيتشرف ده، ومن لا يتشرف ده ولا يسير في المنظومه الحمراء وفي خطوطها وتحت مظلتها
بتلفظه المنظومه على طول وبيفشل مهما كان مستواه ومهما كانت قدراته. وياما في لعيبه جت النادي الاهلي بقدرات وامكانيات فنيه وبدنيه عاليه لكن لم تستمر وخرجت بعيدا عن النادي الاهلي. بالظبط. ان شاء الله كل التوفيق لكل لعيبه النادي الاهلي في موسم جديد. بالتالي عايز اتكلم شويه على المباراه المقبله، مباراه اطلع بره في مستهل المشوار الافريقي. هذه المباراه الهامه جدا والتي قد تبدو للبعض ان هي مباراه سهله، بتشوف المباراه دي ازاي؟ طبعا يعني انا عايز طبعا قبل ما ادخل في المباراه عايزك يعني اركز على كلمه اطلع بره. تمام ماشي. يعني اخواننا السودانيين بينطقوها اطلع بره. وانا يعني دورت على اصل الكلمه وبحثتها ولي اعلاميين سودانيين اصدقائي وسالت على الفريق ده، فيعني بعض الروايات اللي جات لي ان فرقه اطلع بره خلينا ننطقها بالمصري، يعني احنا عندنا اطلع بره بره المكان خالص طبعًا. يعني فأخبرت طبعا ده مكان في جنوب السودان في جوبا العاصمه، حي زي حي العجوزه زي حي عابدين زي الزمالك زي المهندسين، يعني حي اسمه منطقه اسمها اطلع بره. ليه سموها بالاسم ده؟ المنطقه دي كان فيها مجموعه من السودانيين وكان في بيخشها بعض الاجانب وبعض الاغراب والبتاع، فكانوا لا يقبلون اي حد من خارجه. فكان أي حد غريب. اي حد غريب، فكان على طول اول ما يجي اطلع بره. من هنا بدا التركيز على هذا المكان، حتى ان المكان اخذ هذا الطرد للغرباء والاجانب واطلقوا على المنطقه، وبقى عندهم فرقه كوره تم اطلاق اسم عليها اطلع بره اللي هي هتواجه النادي الاهلي. وهو فريق على فكره له تاريخ وليس فريق جديد، ربما لم يلتقي مع فرق مصريه من قبل. بالظبط. والاسم يبدو كان غريب بالنسبه لنا كمصريين، لكن هو فريق له تاريخ طويل وهو بطل الدوري في جنوب السودان. ودايما بقول ان لا توجد مباراه سهله ولا نستهين باي فريق، ولا يعقل على الاطلاق ان فريق ما كلوش مثلا تاريخ طويل في هذه البطوله فنقول ان دي مباراه سهله للاهلي والاهلي خلاص بقى في دور 32. ما حصلش. عندما استهنا بالمنافسين في الكان 2019 ونحن نواجه جنوب افريقيا وكعبنا عالي عليها ولم تكسبنا على الاطلاق في مباراه، خسرنا المباراه. وجهه نظري دايما وكل خبراء الكره، ودي اتعلمتها وكل خبراء الكره، ان لا يصح ان تقول على اي مباراه انها مباراه سهله الا بعد نهايتها. لما تنتهي المباراه وتحقق نتيجه كبيره جدا يبقى بقى نقول ان المباراه دي فعلا كانت سهله للنادي الاهلي، لكن ما دام الاهلي لم يلعب هذه المباراه فهي مباراه صعبه وصعبه جدا ولابد ان يتم الاستعداد ليها. فالمباريات لا تستهين على الاطلاق باي فريق حتى لو في دول 64. انت بتتكلم الاهلي تاريخ طويل جدا، عنده 8 القاب افريقيه بفريق ربما نسمع عنه لاول مره كمشارك في دوري الابطال، لكن كره القدم لا تعرف الا الكفاح على ارض الملعب. شفنا منتخب مدغشقر ليس له اي تاريخ في الكان على الاطلاق يصل لدور الثمانيه ويتم اطاحه فرق كبيره جدا كان من منها منتخب مصر والمغرب وحاجات كثيره كده. فكره القدم تحتاج الى الجهد، تحتاج الى المثابره، تحتاج الى لعب طوال 90 دقيقه حتى تحقق هدفك. بما انك لا تعرف هذا الفريق وهو فريق مجهول بالنسبه لك فعليك ان تحترمه احتراما كبيرا، ومؤكد ان النادي الاهلي يعلم ذلك جيدا والجهاز الفني يعمل على هذا الامر. فما اعتقدش ان المباراه هتكون سهله الا لو الاهلي اخذها بجديه وقدر يسيطر عليها، ويمكن الناس سهلوا الامور بعض الشيء ان الماتشين يتلعبوا هنا في القاهره طبعا. واعتقد ده يعني يدل ان هم برضه ما عندهمش طموح كبير جدا ان هم يتجاوزوا، لانهم اصلا مش قادرين يعني يستضيفوا الاهلي عندهم. والاهلي طبعا كان يتمنى ان يلعب في جنوب السودان، ونتمنى ان الاهلي يلعب في السودان وجنوب السودان. طبعا الاهلي في اي مكان ليه قيمته وليه اسمه وليه شعبيته، لكن هم اللي فضلوا وهم اللي اختاروا، فاهلا بيهم. يا رب ان شاء الله تطلع مباراه على المستوى بين فريقين من وادي النيل. ان شاء الله باذن الله. اتمنى للنادي الاهلي كل توفيق في هذه المباراه، لان في الحقيقه البدايه مطلوب ان هي تكون بدايه مناسبه لفريق يطمح بالفوز بالبطوله الغائبه يا استاذ اوسي. بالتالي البعض بيتكلم شويه وبيجتهد في جزئيه التشكيل بالتحديد، وان ممكن الصفقات الجديده نشوفها في هذه المباراه سواء الثلاث لعيبه او واحد على الاقل منهم يكون متواجد. البعض بيتكهن يقول لك اليو ديانج هيبتدي، والبعض الاخر يقول لك متولي هو اللي هيبتدي، والبعض الاخر يقول لك قفشه هو اللي هيبتدي المباراه. بتشوف ازاي الاتجاه ده او الحديث عن الجزئيه دي بالتحديد؟ وهل النادي الاهلي في حاجه للبدايه بصفقاته من اول مباراه، ولا الموضوع متروك للجهاز الفني هو الادرى بشكل كبير من الجزئيه؟ طبعا الاهلي يعني بعد ماتش الزمالك وحصل راحه عاد لمجموعه من التدريبات المكثفه تدريجيه، يمكن ما عملش مباريات وديه لان الوقت ضيق والموسم كان صعب وشاق بالنسبه للفريق. فيمكن التدريبات دي كلها وصلت لمرحله قويه جدا وعدد كبير جدا من اللعيبه اتالق. المؤكد ان الصفقات الجديده اللي جايه النادي الاهلي بتبذل جهد كبير جدا اكتر من اللي موجودين جوه الملعب علشان يقدموا نفسهم ويقدموا صدورتهم ويقدموا كل القدرات البدنيه والفنيه اللي عندهم للجهاز الفني بقياده
لاسارتي. انا شايف ان ده بيصعب جدا في النادي الاهلي طبعا انك تحدده طبقا لمستواهم، طبقا لتاهيلهم، طبقا للتاهيل المعنوي، طبقا للتاهيل النفسي، طبقا لجاهزيتهم ان هم يبداوا. يعني توقعاتي ان في الغالب النادي الاهلي ما بيدفعش بالصفقات من اول مره، يعني بتبقى دفع تدريجي، يعني لان فنيه الاهلي ليست سهله واللمعه الاهلي ليست سهله. يعني اعتقد ان ممكن يتم الدفع بهم تدريجيا وليس بشكل كامل من البدايه. ده توقع وليس معلومه مؤكده على الكلام، لكن التاريخ مع النادي الاهلي بيقول لنا كده يعني، والتاريخ مع المدربين اللي كنا نعرفهم بيقول لك كده، ان اي صفقه يعني ممكن يدي بعد جزء من المباراه في وقت. اعتقد ان ده هو تدريجي. هو الاقرب ان هو بشكل تدريجي الدفع بالصفقات، لكن احنا زي ما قلنا في الحلقه الاسبوع اللي فات ان هي حلقه سوري ان هي صفقات اختيرت بدقه وبعنايه شديده جدا، صفقات ليس فيها شو اعلامي، صفقات ليس فيها مجرد ان انا باخد لاعب، الاهلي اختار صفقات هو يحتاج هذه الصفقات. فان شاء الله يكون لهم دور فعال ودور مهم جدا في دفاع الاهلي، في 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 الديفندر، في الاداء الوسط الهجومي في المقدمه. ان شاء الله هنتفرج عليهم وهنشوفهم وهيكونوا اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي، وما زال الباب مفتوح حتى ان لم يغلق لصفقه هجوميه لم تحسم بعد. ممكن يكون في صفقه هجوميه؟ وارد جدا، وارد هجوميه اذا جاءت المواصفات التي يريدها الاهلي. طيب نتمنى ان شاء الله ان الامور تسير بالشكل المطلوب للنادي الاهلي. عايز اتكلم شويه عن جمهور النادي الاهلي اللي هيحضر مباراه اطلع مره، حوالي 10,000 مشجع ان شاء الله هيكونوا متواجدين. النهارده تم فتح منفذ للبيع في استاد الاسكندريه، وده في الحقيقه شيء مهم ولفته مميزه جدا من المسؤولين في النادي الاهلي، بالتحديد كمان العميد محمد مرجان اللي صرح بذلك. رؤيتك وشايف ازاي حضور جمهور النادي الاهلي في مباراه مهمه زي دي؟ يعني انا ما زلت يعني بنتظر. هل العدد كافي؟ العدد لا ليس كافيا، ليس كافيا على الاطلاق. وعدد يعني انا بالنسبه لي لم اتوقع ان يتم تحديد عدد، يعني اذا كنت انا استضفت حدث عظيم صح. بقيمه وقدر كاس الامم الافريقيه، العالم كله بيشوفني والعالم كله بيتواجد، وفي استاد القاهره في قلب القاهره بفتح الباب ل 70 و 60 الف متفرج موجودين، وفي اي ملعب الباب مفتوح لاي حد بيشتري تذاكر ويقدر يدخل. فلما يجي الاهلي يلعب اعتقد كان الباب يبقى مفتوح، افتح الباب على اقصى ما تستطيع، سيب الفرصه للناس، يعني هيقل حتى التهافت. يعني طول ما في حرمان وقفل على الجمهور، طول ما في رغبه شديده جدا الناس تحضر. يعني بالزبط. اعتقد يعني احنا في بعض المباريات في الدوري بس مباريات الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد اللي هي الفرق الجماهيريه، لو فتحت الباب للجمهور مش هتلاقي الجمهور يدخل اساسا. يعني يعني في فرق ماتشاتها مش هيحضرها غير اللي موجودين في الاداره وفي النادي. كنت اتمنى ان يتم فتح باب مثلا ل 30 40 الف مثلا النهارده في النادي الاهلي، مهم جدا ان ده يتواجد علشان نرفع المستوى، علشان نقوي فرقنا اللي عانت كثيرا في غياب الجمهور، عشان لعبتنا تلعب قدام الجمهور وتاخد الثقه دي اللي افتقدتها بقالنا فتره طويله جدا. فانا شايف ان العدد الحقيقه قليل جدا، لكن في النهايه ليس امامنا الا الالتزام، لان في النهايه دي حاجات خارج النادي الاهلي ما فيش اي حلول. طبعا الجهات المسؤوله هي اللي بتحدد هذا الرقم. بتشوف اهداف النادي الاهلي في الموسم الجديد ازاي، خصوصا ان انت عندك الانطلاقه مهمه جدا وقويه جدا في البطوله الافريقيه، وبعدين عندك مباراه بيراميدز غايه في الاهميه في كاس مصر، بعد كده تخلص ان شاء الله باذن الله بطوله الكاس وتتاهل لدور 32 تعديه ان شاء الله في افريقيا، كمان هيبقى عندك انطلاقه بطوله الدوري، بطوله الدوري قبليها في السوبر. بتشوف التحديات دي كلها ازاي امام النادي الاهلي؟ طبعا يعني هي تحديات كبيره، لكن الاهلي فريق كبير وفريق بطوله، يعني فدايما بيلعب على البطوله. يعني دايما الاهلي في اي مكان بيلعب على المركز الاول، بيلعب على اللقب مباشره، حتى وان خسروا بيعاود الكره الثانيه يلعب عليه. بالزبط. فدايما بيكون في ذهنه هذا اللقب مهما كانت الصعوبات، زي ما شفنا الدوري في الموسم المنتهي قد ايه الاهلي كان بعيد عنه، لكن كانت الثقه جوه اداره الاهلي واداره الكره والجهاز الفني واللاعبين بل والجمهور ان الاهلي سيعود سيعود سيعود. وبالفعل عاد الاهلي واستطاع ان يحقق هدفه ويخطف لقب مهم جدا، لقب تاريخي اللي هو رقم 41 في الدوري، مهم جدا يعني. بطوله كانت مهمه قوي. بالظبط، خد الدوري. طب الاهلي خلاص وقف عند 41، خلاص هيفكر في الدوري 42، ده بيتحول الى تاريخ مباشره. طبعا. الاهلي قدامه زي ما قلت قدامه مجموعه مهمه جدا، والتحدي الاكبر للنادي الاهلي في المرحله المقبله والموسم المقبل هو الدوري ابطال افريقيا. طبعا. الاهلي مفتقده من 2013 كانت اخر بطوله فاز بها النادي الاهلي، فاعتقد الاهلي بيجهز الفريق بهدف اساسي الى هذه البطوله. وطبعا زي ما قلت عندنا كاس مصر مباراه مهمه جدا مع بيراميدز اجلت كثيرا، وان شاء الله يعني تكون مباراه على مستوى الحدث. وعندك مباراه السوبر مش عارفين اذا كانت هتتلعب ولا لا، يعني مباراه السوبر المصري
هتتلعب قبل الدوري بيوم على طول. الدوري يبتدي يوم 19، مباراه السوبر الاهلي والزمالك يوم 18. يعني نتمنى ان يلتزم طبعا، يكون في التزام بالقطع، ان يكون افتتاح الموسم باذن الله. ونتمنى ان الفرصه تتاح للاهلي والزمالك الانديه المصريه ان يلعبوا في القاهره، يعني المفروض ان شاء الله. يعني اعتقد ان عندنا ملاعب في القاهره دلوقتي اللي اتعملت في امم افريقيا، ملاعب جاهزه جدا وملاعب مهمه جدا. تم التعاقد ما بين النادي الاهلي وهيئه استاد القاهره، لكن استاد في اصلاحات دلوقتي، اول ما يبقى جاهز هيستضيف ان شاء الله مباراه. اكيد ان شاء الله. يعني نتمنى ان استضافه مباريات النادي الاهلي او كل الانديه المصريه تبقى بحضور جماهيري كامل، لان ده في الحقيقه جزء مهم جدا من كره القدم. اتمنى ان يتاح الفرصه. لا ده مش مهم جدا، ده مهم فنيا، مهم معنويا طبعا، مهم ماديا كمان. لان الدخول من الجماهير اعتقد في دخول ماديه كبيره جدا تحتاجها الانديه اللي بتصرف يعني مئات الملايين دلوقتي على الفرق وتركيز اللاعبين، فمهم جدا. غير الصوره نفسها بتبقى اشيك وتبقى اجمل وتبقى اقوى، بدل ما تبقى المدرجات فاضيه يعني وخاويه على عروشها، بيبقى المنظر غير لائق يعني بينا كدوله كبيره. تشوق لرؤيه النادي الاهلي يوم الاحد. جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى مستني الماتش كده بتاع الاهلي، خصوصا بقاله فتره ما بيلعبش مثلا او حاجه، متابعين بس التدريبات كده وبتاع من خلال شاشه قناه الاهلي من خلال الموقع الرسمي كلام من ده. لكن دايما يا استاذ اوسي بيبقى عند جمهور النادي الاهلي تشوق لرؤيه التيشيرت الاحمر في الملعب. ده طبعا ده حقيقي وده مهم جدا. ان كل عشاق الاهلي بينتظروا عودته بقوه ان شاء الله. التشوق الاكبر ان نشوف الاهلي في شكله الجديد في صفقاته الجديده، التشوق الاكبر ان نشوف الفرقه بشكل افضل وبشكل اقوى بعد موسم طويل وصعب ومجهد على كل المستويات. التشوق ان نشوف النادي الاهلي بيعود ويتالق ويبدع في الملعب، اعتقد ان دي رغبه امنيه عند كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله تتحقق. بل وفي اصرار كبير جدا من اللعيبه بقى على ان عمل موسم قوي باذن الله. طبعا طبعا. واصرار كمان شفناه في الصفقات الجديده ان جايه النادي الاهلي عشان تعمل تاريخ، يكون لها بصمه، يكون لها اسم. في لعبة كتير جدا يعني جت من بره الاهلي وقدرت تحفر اسمها وتكتب اسمها بماء الذهب في سجلات النادي الاهلي وفي تاريخ النادي الاهلي وفي بطولات النادي الاهلي، واصبحت يعني تسيطر على قلوب عشاق النادي الاهلي في كل مكان وجمهور النادي الاهلي. فاعتقد ان هذا الشوق الجماهير اللي الناس منتظراه اكيد هيقابله شوق من اللعيبه اللي هي تحاول ان ترضي هذا الجمهور وتسعد هذا الجمهور وتبسطه وتقدم لي ان شاء الله وجبه كرويه دسمه باذن الله في اول طرقه افريقيه ان شاء الله. باذن الله يكون النادي الاهلي موفق في الانطلاقه القويه في بطوله دوري ابطال افريقيا. اتكلمنا على فريق الكره بالنادي الاهلي، لكن عايزين نتكلم على الدور المجتمعي للنادي الاهلي يا استاذ اوسي، وده جانب مهم جدا من ضمن الادوار. يعني مثلا كان في معايا النهارده خبر من بابا سبورت يقول لك الاهلي يفتح باب التبرع بالدم لصالح مصابي معهد الاورام. طبعا الاورام طبعا بعد هذا الحادث والانفجار والعمل الارهابي المجرم. يعني في الحقيقه بتشوف ازاي اهتمام النادي الاهلي بالجوانب الاجتماعيه ايضا بخلاف الجوانب الرياضيه؟ طبعا يعني خلص عزانا لاسر الضحايا، ودايما النادي الاهلي بيكون ليه دور مع المجتمع، ودي رساله بيؤمن بها النادي الاهلي، وشفنا مجلس الاداره الحالي مهتم جدا بهذه الرساله. بنشوفناها في الاهتمام بالاطفال الايتام في ابريل، لما في جمعه اليتيم في الجمعه الاولى من ابريل ازاي بيهتم بيهم ويجمعهم ويحتفل بيهم في كل فروعه. شفناها في اهتمامه مع الاتفاقات بينه وبين اليونيسيف عن الاطفال والاهتمام بيهم وتربيتهم بالشكل اللائق. بنشوف دلوقتي لما في حادثه بتحصل في مصر و محتاجه دعم من الشعب المصري، النادي الاهلي بيكون موجود، لان الاهلي مش مجرد نادي رياضي او فرقه بتلعب كوره او بتمارس رياضات، لا ده الاهلي ليه دور فعال في المجتمع وليه دور كبير جدا في المجتمع. دي كلها ناس عندهم افكار كرويه وناس موجودين في الوسط يعني، لكنهم ما عندهمش خبرات في اداره اتحاد الكوره، يعني دي وجهه نظري الشخصيه. تمام. يعني عدد كبير من الاسماء المطروحه ليس عنده الخبرات الكافيه. هل الوقت ده محتاج خبرات ولا محتاج حد يسير الامور؟ لا طبعا محتاج برضه خبرات، انت بتتكلم في سنه فمحتاج حد عنده خبرات يعني. طب هل كان من الافضل ان يكون في انتخابات من وجهه نظرك؟ لا مش 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 هينفع ان يكون في انتخابات. طب كان الحل ايه؟ ما الحل اللي هو ده، هو ده حل كويس، ده بس يبقى في شخصيات يعني. مش عاجبك ان حته مثلا يكون يعني الناس كان الموجوده دي يعني كان ممكن يبقى في اسم او اسمين تاني من الاسماء اخرى تقيله يعني. اللي هي لها خبرات كبيره جدا ومشهود لهم بالكفاءه، وموجود على فكره عدد كبير جدا من المصريين يقدروا يعني. انا مش عايز اطرح اسماء يعني، لكن موجودين يعني. فطبعا ده طبعا يعني اعتقد ان خيار الوزاره وهي اللي تتحمل المسؤوليه. طبعا كان المفروض يتم حسم ملف المدير الفني المنتخب مصر في هذه الايام، وده ملف مطروح بقوه أكيد. واسماء كثيره مطروحه احنا نعرفها وكل وسائل الاعلام متداوله هذه الاسماء. لكن لو تم اختيار مدير فني، من الذي سيختار المدير الفني الان؟ هل هيختار وزير الرياضه ام يختار العميد ثروت سويلم؟ المفروض العميد ثروت سويلم. المفروض العميد ثروت سويلم. طبعا وزير الرياضه طبعا رفض ان هو يتدخل في هذه عمليه الاختيار، واجل هذا الملف.
الى ان يتم تشكيل اللجنه دي واعلانها رسميا، وهي اللي تختار بشكل رسمي المدير الفني اللي هيتحمل منتخب مصر. طب مصر احتمال يكون عندها مباراه تقريبا في 18 اغسطس في سبتمبر، عندك شهر 9 عندك شهر 10 بالظبط، يعني طب هنعمل ايه يعني؟ فقالوا حتى لو كانت الامور مش مكتمله ممكن المنتخب الاولمبي يلعب مباراه، يعني بيلاقوا لها حلول، لكن الوزير رفض التدخل في ملف المدير الفني المصري. طب هل تم الاستقرار على المدير الفني يا استاذ اوسي بشكل نهائي، ولا لسه في كلام على المرشحين؟ ده اقرب ده مش اقرب؟ والله انا اقدر اقول لك يعني بالظبط، حاليا دلوقتي الاقرب لتولي المهمه دلوقتي كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري يعني الاقرب، تبقى للاقرب الترشيحات كابتن حسام البدري هو الاقرب. المانع في عدم الاعلان لتولي، ما هو الوزير مش عايز يتدخل ولا عايز يعلن يعني في الموضوع يعني. يعني برضه حدوته كده يا ميدو، حدوته مش لازم يكون فيه بالظبط يعني. لكن انا الجزئيه اللي انا عايزها بغض النظر عن من سيتولى، سواء كابتن حسام البدري، كابتن حسن شحاته، تروح كابتن ايهاب جلال، تروح كابتن حسام حسن، كابتن طلعت يوسف، كابتن طلعت يوسف، يعني كلها اسماء تدريبيه محترمه وقامات تدريبيه كبيره جدا موجوده في مصر. انا مش عايز الامور يعني، برضو في النهايه بيقول لك اي مدرب موجود بيختار المجموعه اللي بتشتغل معاه بالزبط. بس خلي بالكوا يا جماعه، ده منتخب مصر. منتخب مصر مش لازم المدرب يروح يجيب معاه مدرب يكون مجرد مهمته يعني حاضر ونعم. يعني عايزين يعني اتمنى ان ده يتم مراعاته في الموضوع، يعني برضو يبقى في ضوابط للاختيارات. حضرتك هتختار ناس انت تختار، مش هنجيب لك ناس تتخانق معاك، بس ما تجيبليش واحد يبقى دوره يقول لك حاضر ونعم يبقى منفذ يعني. ما تجيبليش واحد ما يبقاش عنده موهبه، ما تجيبليش واحد مش كفاءه، ما تجيبليش واحد ما عندوش قدرات تدريبيه، ما تجيبليش واحد ما عندوش اي تجارب تدريبيه ناجحه ويبقى مدرب عام منتخب مصر. يعني اتمنى ان المدرب العام لمنتخب مصر يبقى حد ليه اسم وليه قيمه ويقدر يضيف للمدير الفني. طيب. ويقدر يساعد المدير الفني وكذا مدير الكوره وكذا مدرب المتعدد، يعني اتمنى يتم الاختيار بدقه وعنايه ورعايه كبيره جدا في هذا الامر. طيب انا كنت بكلم حضرتك من شويه على مدى قانونيه ان يكون في لجنه، وحضرتك قلت لي ان في فيفا هي اللي بتختار مش بتختار الاعضاء، يعني هي عملت مقابلات مع مقابلات بس يعني. لكن في خبر معايا من بوابه الشروق، دكتور فضل الله اللي هو خبير اللوائح والقوانين قال ان تعيين لجنه تدير اتحاد الكرة مخالفة صريحة للائحة الفيفا. هنبتدي بقى الجدل في القصة دي. ما احنا قلنا ان الفيفا نفسها كانت موجودة في مصر وهي اللي موافقة. طب خلاص يعني ممكن تديك استثناء يعني، يعني حد عنده مخالفة مصر دلوقتي عندها مشكلة وعندها فراغ في اتحاد الكرة بتاعها، والمدير التنفيذي ده يدير 3 شهور. طب بعد الثلاث شهور ما تخلص هل هنجدد له 3 شهور كمان؟ يعني مصر الدولة المصرية او وزارة الرياضة قدرت تجيب موافقه من الفيفا، بدليل ان الفيفا نفسها او مندوبين الفيفا جم مصر وتناقشوا في هذا الامر وقعدوا مع الشخصيات المرشحه لاداره الكره المصريه في المرحله المقبله. فما فيش اي مشكله خالص، والدكتور حسن مصطفى عمل تدخلاته واللجنه الاولمبيه الدوليه نفس يعني الامور كلها ماشيه بالتوثيق يعني بشكل كامل عشان ما يبقاش فيه ماشي. لا طبعا مستحيل طبعا يكون غلط طبعا كامل، بيقول الدكتور فضل الله على عينه وعلى راسنا وله كل التقدير وله الاحترام، وده شيء لوائحي صريح وشيء موجود بالفعل وكلامه صح 100% ان اللي بيدير حسب اللائحه المدير التنفيذي 3 شهور. لكن وزاره الرياضه المصريه دخلت، دكتور حسن مصطفى تدخل، حصلت تدخلات في هذا الاتجاه وتم الحصول على موافقه بهذا الامر. فمصر مش هتغامر ان هي تحصل لها ايقاف او تحصل لها حاجه يعني. أكيد فالامور مش 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 بالشكل ده يعني. طيب خبر سريع عايز اقوله لحضراتكم، ان رمضان صبحي غادر مران النادي الاهلي للاصابه النهارده، اصابه في الكاحل، ان شاء الله نتمنى ان تكون اصابه خفيفه لنجم من نجوم النادي الاهلي ولاعب مهم جدا في صفوف الفريق رمضان صبحي. ان شاء الله هنعرف تطورات هذه الاصابه لاحقا، لو في اي جديد دلوقتي اكيد هنقوله لحضراتكم، لكن ان شاء الله باذن الله اصابه خفيفه لعيب مهم رمضان صبحي. طبعا ده مش مهم جدا، ده مهم ومؤثر ويحدث فارق من اللعيبه، يعني ازاي انت تلعب لاعب مؤثر ولاعب قوي ولاعب مهم ان بيكون ليه تاثيره وبيكون ليه بصمته وبيكون ليه اداؤه المميز يقدر في اي لحظه من المباراه يصنع لك فرق يعني. فرمضان صبحي من العينه دي ومن النوعيه دي، وشفنا عمل ده كتير جدا مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره يعني. ان شاء الله تكون اصابه خفيفه، نتمنى له الشفاء والعوده السريعه يا رب باذن طيب. الله. عايزين نتكلم من ضمن الجوانب ايضا الايجابيه استاذ اوسي الخاصه باتحاد الكره فيما هو قادم للكره المصريه والمسابقات المحليه بشكل عام، اعتماد عقود المدربين. اعتقد ان ده شيء مهم جدا ومميز، وكمان في كلام على ان المدرب اللي يستقيل من تدريب فريق ما يحقش ليه ان هو يمرن فريق اخر، لكن لو مدرب تم اقالته يحق ليه ان هو يمرن فريق اخر في نفس الموسم. بتشوف الامور دي كلها ازاي وما ده اهميتها؟
بالظبط. يعني ده كلام مهم جدا وكلام محترم جدا، وكلام ان المدربين كل يوم توثيق للعقود، لان ده هيضمن حق المدربين اولا ويقلل من المشاكل. يعني كانت العقود بين المدرب والنادي ومحدش يعرف عنها اي حاجه، كون ان العقود دي توثق في اتحاد الكره، فاذا احنا كلنا بنشتغل تحت مظله اتحاد الكره، وان اتحاد الكره هو ضامن حق المدرب وضامن حق النادي في نفس الوقت. فاي من الطرفين هيخل بالعقد هيتم اللجوء لاتحاد الكره هو اللي هيكون حاسم وفاصل في هذا الامر. القضية دلوقتي احنا كنا بنعاني بقالنا فترة طويلة جدا من ان في مدرب بيمسك 3-4 فرق في الدوري الممتاز، ويجي يواجه الفرق اللي كان عملها لعيبها قبل كده، وعارف اسرارهم وعارف كواليسهم وعارف حاجات كتير جدا، والكلام ده غير لاق وغير موجود في اي مسابقة يعني تقريبا في العالم يعني. فاقروا حاجة ظريفة جدا، ولكن انا شايف برضو ان ليها بعض النواقص اللي ممكن يتم الاختراق منها. يعني انت دلوقتي بتقول لي ان المدرب اذا استقال لا يدرب لاي فريق اخر في الموسم، تمام، واذا اقيل يكون له الحق انه يدرب فريق اخر في الموسم. كويس. انا اعتقد ان ممكن ده يتم التحايل على الجزئيه الثانيه وتتحول الاقاله او الى استقاله، والاستقاله الاقاله يعني في الغالب انديه كثيره جدا بتقيل المدرب، لكن عشان يطلعوا شكله شيك وشكله حلو يقول لك انا استقاله المدرب، او يعني يعني يطلع لك بشكل مهذب وشكل شيك يعني. فهتحصل نوع من البلبله في هذا الامر يعني، دي برضه محتاجه نوع من الضوابط ونوع من الحسم يعني. يعني الاول كان المدرب يحرص على عدم اظهار خبر اقالته. بالظبط. كان دايما ايه، طب نطلع بشكل شيك، لا ده استقالته هو اللي طلب الاستقال. طب دلوقتي بالظبط دلوقتي هل المدرب هيلجا ويدور على خبر الاقاله او ان يستنزع منه بالعكس لفظ الاقاله عشان يقدر يدرب تاني يعني. طبعا هو كلام، طبعا كلام مهم جدا وكلام محتاج ضوابط، وفي كل الاحوال التجربه ستظهر لنا الايجابيات والسلبيات، لكن في ظني ان الايجابيات اكثر من السلبيات في هذا الامر. مهم جدا يتم تحديد الامور بهذا الشكل، وان هم كمان قالوا نقطه تانية ان مش هيتم اي مدرب مش هيشتغل الا وكان ليه عقود موثقه في اتحاد الكوره او شهاداته التدريبيه موثقه، وده مهم جدا في اتحاد الكوره، لان مش كل من هب ودب او اي حد يجي يمسك يدرب لازم يكون فيه مستويات للتدريب عشان ترفع مستوى اللعيبه وتساهم في تطوير مستوى الاداء التكتيكي في المباريات. تمام. معايا خبر من سوبر كوره بيقول ايه، بيقول اتحاد الكوره يناقش حقوق الحكام وفكره الغاء الحكم الخامس. مع الغاء الحكم الخامس ولا شايف ان تواجده ضروري رغم ان تواجده الموسم اللي فات يعني عمل كوارث كتيره برضه يعني ما ساعدش بشكل كبير يعني؟ والله انا مش مع، يعني في ظل التطور التكنولوجي اللي موجوده جديد انا مش مع الحكم الخامس. ما استخدم الفار، انا مع الفار في مشكله ماديه بقى ولازم الانديه تشارك في يعني استخدام الفار لا انا متشاف ان الحكم الخامس ما اضافش الحقيقه يعني خالص اللي يعني 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 طب ما شفنا السنه اللي عدت في ماتش الاهلي والانتاج وليد ازار قدام الحكم الخامس قدام الحكم الخامس يعني جون وضربه جزاء يعني ما لهمش حل قدام الحكم الخامس. فالحكم الخامس ليس فيصل لانهاء المشكله ده هنا كده. ايوه فيعني في اوقات كتيره جدا ما كانش ليه اي دور، ما كانش ليه تواجد يعني. تجربه ليست ناجحه يعني وغير مطبقه في الدنيا كلها، يا اما تستعمل فار يا اما تكتفي بحكامك الثلاثه يعني. استاذ اوسي انا دايما بستمتع بالفقره والحلقه مع حضرتك بتبقى مهمه وشيقه جدا، بشكرك شكرا جزيلا. اشكرك يا ابو الوقت بيمر بسرعه يعني. ربنا يخليك يا فندم، ده انا اللي سعدت بتواجد معاك. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دي كانت فقرتنا الاخيره من حلقه كلام في الميديا النهارده. كان بينورنا وبيشرفنا الاستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد الاوسي، واتكلمنا في ملفات عديده جدا جدا جدا. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنونا وحلقات اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.